أنا اسمي نور، جاية من عائلة كبيرة قوي وجاية من سوريا. أنا كبرت في عائلة كبيرة وكنت بعيش في الإسلام وكمان ضمن عائلة يزيدية، فكان بالنسبة لي الإيمان صعب قوي لأنه كنت خايفة من الإله اللي بنعبده، فما بعرفوش والطريق العبادة وحاجات اللي احنا لازم نعملها في الإيمان بتاعنا. كان بالنسبة لي إنه لازم تعملي حاجات كتير قوي حتى ترضي ربنا. إنه إذا عملتي حاجة غلط أو مش رح تروحي للجنة، فكان بالنسبة لي صعب قوي، وكمان كبنت وامرأة فلقيت نفسي كمان ناقص. في المجتمع اللي أنا عشت فيه كان الامرأة ما فيش لها قيمة خالص، وكان ده مبين في عائلتي كمان، وفي بابا كان دايما بيقول الكلام إنه أنا ما كنت أقدرش أخد قرار لوحدي في حياتي إلا كان في الجوز، يعني هتجوز أو أروح للشغل أو أي حاجة أعملها كان بابا ياخد قرار ليا، فكان مليش ليا حرية كمان أخد قرار، وكان بالنسبة ليا صعب جدا. وفي نفس الوقت كنت بحاول أرضي ربنا بس خايفة منه كتير قوي، وكان في عندي صراع جدا في داخلي. الخوف كان حاجة مرعبة ليا، الخوف قدام المجتمع اللي أنا عايش فيه ما كانش أقدر أتكلم عن الإيمان اللي أنا فيه، لأنه ما نقدرش نقول إنه فين الله أو هل هو الحقيقة بالنسبة ليا. فأنا إذا أنا صرت امرأة أنا ذنبي إيه في الحياة؟ يعني ليه ربنا خلقني كامرأة وأنا مفيش ليا قيمة، أنا ناقصة وما أقدرش أخذ أي قرار في حياتي؟ فكان الموضوع بالنسبة ليا صعب قوي، وكمان كان في حاجات في العائلة صارت مصيبة ورا التانية، و فأنا بدأت في حياتي أدور عن مين هو الإله الحقيقي في الديانات اللي نحن عايشين فيها واللي موجودة في العالم. فأنا بدأت في نفسي بدون أقول لعائلتي أي حاجة، فكان رح يحصل مشكلة كبيرة قوي. فأنا بدأت أدور في الديانات، في الهند، في أي حاجة تانية ألاقي الحقيقة، لأنه الصراع اللي كان في داخلي كان مرعب، فما كنتش قادر حتى أنام، أحلام مرعبة، بسمع أصوات، فكان خوف. كان الإله ده إله الإسلام إله خوف بالنسبة لي، والموضوع إنه أصلي نصوم والحاجات دي كلها ما كانش بالنسبة لي فيها فايدة، لأنه قلت انا لنفسي اذا انا ما اقدرش اوصل لربنا حتى لما ارضيه ماليش ليا قيمه. فكنت كان عندي جوايا كمان رفض، يعني الرفض كان كمان حاجه كان بالنسبه ليا صعب قوي، فعشت بالطريقه دي وبدات ابحث عن اله في الديانات التانيه. كنت عايزة أصلي للرب بس ما كنتش عارفة يعني مين الإله ده، كان بالنسبة لي حاجة غريبة. فرحت للمسجد، تكلمت مع الشيوخ، قالوا لي إنه الرب أو الله هو بعيد جدا، أنت ما تقدريش توصلي له،
حاجة ما تقدريش خالص. فالباب ده كان بالنسبة لي مقفول، فروحت عند رفقاتي وناس اللي أنا بعرفهم، قلت لهم إزاي هوصل للإله ده اللي بعيد قوي ومحدش يقدر يقول لي فين الطريق. وبعدين كان في بابا عنده ناس بيعرفهم، هم كمان سوريين وكانوا مسيحيين، فهم اجوا عندنا للبيت واتكلموا مع بابا، وكانوا بيعرفوا كمان المشاكل اللي أنا عندي، وقالوا لي يا نور نحن عندنا الإيمان ونحن عارفين شخص هو يقدر يجب أي سؤال اللي أنت يعني عايزة جواب ليها للحياة، فزي كمان معنى الحياة، أنا عايشة ليه ولمين. فالشخص ده قال لي إنه الشخص ده اللي تقدر تتكلمي معاه وهو يديك الجواب هو يسوع المسيح. فأنا استغربت قوي وقلت إيه يعني يسوع المسيح، هو حي ولا إيه؟ فقال لي آه هو حي، تقدر تتكلمي معاه. فأنا عارفة بالإسلام والديانات الثانية النبي اللي مات خلاص مش رح يرجع، بس هو قال لي إنه يسوع رح يرجع، وأنا اتخضيت كده وقلت خلاص يعني أدور وأسأل إزاي أوصل للمسيح ده. فقال لي تعالي عندنا للكنيسة، إحنا عندنا يوم اجتماع فنتكلم بالموضوع ده وشوفي واكتشفي أنت بنفسك إيه هي. فبابا كان مش مقتنع كتير قوي، فهو قال مش عايز إن هما يكبروكي أو ياخدوكي في سكة تانية إنه أنت بتترك الإيمان أو الحياة اللي نحن فيها. فأنا قلت لأ أنا عايز أشوف، ورحت معهم في الاجتماع. أنا لما دخلت في الاجتماع عندهم شفت ناس كلهم مبتسمين جدا وفرحانين جدا ويسقفوا للمسيح، وقلت ايه ده، هما كلهم في الوسط دايما المسيح وبيرنموا للمسيح وهو دايما يعني ده إله ولا ايه؟ فأنا قلت ده دول ناس كافر يعني حاجة غلط. فقلت لهم أنا مش عايزة أقعد بينكم، أنا وقفت ورا وبدأت أصلي إنه عايز أقول يا رب أنا قاعدة بين ناس مش مؤمنين كافر، وخايفة إنه أخد طريق تاني لحياتي. وبعد ما أنا صليت في الكنيسة بدأ جوايا كأنه حاسس بنار جوايا وخوف كتير قوي، فأنا قلت يا رب إذا أنا لو مت دلوقتي فأنا عارفة أنا مش مستحقة الغفران ومش رح يجي عندك، لأنه أنا عندي خطية كتير قوي. فخفت كتير قوي من أنه لو بموت رح أروح فين، كنت خايفة من الموت كتير قوي. فبدأت أصلي وأقول بس الكلمات دي، يا رب اغفر لي، يا رب أنا عايز الغفران، يا رب أنا عايز الغفران، أنا عايز الغفران. وبعد الاجتماع الناس خلصوا وسمعت صوت بيقول لي روحي وخلي لهم يصلوا لك. فأنا التفيت كده وقلت مين قال الكلام ده، الصوت ده طلع يعني للصالة كلها، فقلت مين كان بيكلم. فأنا قلت رحت للقسيس وقلت له أنا سمعت صوت وقال لي روحي عنه الشخص ده وخليه يصلي لك. فهو صلى لي ورحنا وصلينا مع بعض وبدأ يصلي لي. بعدين شفت رؤية،
شفت نور، نور في الأوضة كلها، وفي النور ده شفت شخص جاي، ومش عارفة ليه بس جوايا كان فرحانة جدا، وكنت من جوايا عارفة انه ده هو يسوع المسيح. وجالي كان واقف قدامي وقال لي انا اعطيكي سلامي، واكتشفت انه الشخص ده هو الوحيد عارف ايه اللي انا محتاجة ليه جوايا، هو السلام. ولحد دلوقتي سلام المسيح عايش جوايا، وانا عايزة احتفظ بيه وبصلي للمسيح. ودي مش كان حاجة انه اكتشفتها في حياتي او قريت كتاب المقدس او اتكلمت مع الناس، لا، انا اختبرت يسوع المسيح شخصيا في حياتي. ما كانش حلم، لا، هو كان موجود شخصيا قدامي، والكنيسة والناس كانوا مبسوطين جدا وحاسين بيسوع المسيح هو موجود. وإجا يسوع وحضني وقال لي اللي بيني وبينك خلاص، الغفران موجود والصليب موجود ليكي. فأنا حسيت بالوقت ده جوايا محبة كبيرة قوي، سعادة ما أقدرش أوصفها. كنت عايزة أحضن الناس والعالم كلهم وقول لهم ربنا بيحبكم، ربنا حلو قوي، ربنا حلو قوي. وأنا كنت مبسوطة قوي إنه خلاص يسوع هو الحاجة الوحيدة ليا في الحياة. وده خلاني كمان يعني ما أقدرش يعني أقول أنكر المسيح، ده كان حاجة بالنسبة لي لا no way، وده كان حاجة حلوة بالنسبة لي. وأنا في الفترة دي لحد دلوقتي وأكون من أتباع المسيح. من الفترة دي ما كانش عندي خوف مرة تانية قدام ربنا إنه أشوف الرب بالشكل تاني. مش لازم أعمل حاجات حسنة وحاجات كويسة حتى أرضى ربنا، لا، حاجات اللي عملها يسوع في الصليب كان بالنسبة لي خلاص، خلاصي أنا وخلاصي إنه أعرف إنه الموت مش هي الحاجة الأخيرة اللي أصلها، لا، إنه ربنا هو اللي مستناني واللي هو بيحبني. وكمان موضوع الرفض اكتشفت كمان بطريق انه لما قريت الكتاب المقدس اكتشفت حاجات فيها، انه لما بقرا كتاب المقدس بشوف ايه يا رب دي حاجات كلها ليا، انت بتتكلم للناس، انت كنت بتمشي مع الناس، فما كنتش عارفة انه ده مكتوب كلها في الكتاب المقدس عن يسوع، وهو بيتكلم عن الرب بطريقة انه ده هو اللي كنت انا ببحث عليه، ده هو اللي كنت انا كنت جوعانة، انا كنت الخوف اللي جوايا والحاجات كلهم راحوا لما اكتشفت الحقيقة. ولما بيقول الكتاب المقدس الحقيقة هي رح تحررنا، والمسيح هو اللي بيحرر. وانا لحد دلوقتي مش عايزة اترك الطريق ده، انه عارفة انه المسيح هو الطريق. في الفترة دي بابا كان بالبداية مبسوط قوي لانه شاف انه انا صرت انسان تانية، كنت بحب الناس اللي حواليا، كنت اقدر اغفر لهم، كنت اصلي للناس، وحاجات معجزات صارت في حياتي مع المسيح. بس بعدين بابا صار اكتشف انه انا ماليش عندي كمان التزام بالإيمان، فهو قال لي لازم انت تاخدي قرار، يا إما انت ترجعي للإيمان بتاعنا القديمة، أو إذا رحتي مع المسيح انت مش بنتي، لازم تطلعي من البيت تاخدي الحاجات اللي انت عايزاها وتطلعي من البيت وانت مش بنتي. وقال لي راح دايما او راح اقتلك، يعني
نحن عندنا يعني إذا حد خرج من الإيمان اللي هو فيه الإسلام وما بين كمان اليزيدية هي الموت. فخفت كتير قوي وكنت لازم أترك أهلي لأنه عارفة أنه بابا راح يقتلني. فتركتهم وقلت للمسيح يعني عايزاني فين، وهو قال لي كلمة واحدة بس، قال لي اتبعيني. وده هو اللي أنا أتبع المسيح لأنه هو الطريق والحق والحياة.